بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. نقرا من انجيل معلمنا متى اصحاح 6 بعض الايات. ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فانهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. أما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في الخفاء، وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية، والمجد لله دائما أبديا آمين. كل سنة طيبين. النهاردة الرفاع، رفاع الصوم الكبير، ومن بكرة يبتدي الصوم الكبير. أهم صوم في الكنيسة. الأربعين المقدسة اللي صامها المسيح له المجد صام عنا، زي ما صلب عنا ومات عنا صام عنا برضي. ومن أهمية هذه الفترة بنصوم أسبوع قبلها اسمه أسبوع الاستعداد. الحاجة المهمة نستعد لها بدري. الصوم الكبير ده فترة عبادة مركزة مهمة، فبنستعد لها بدري. وبيلحق بيه أهم أسبوع في السنة، أسبوع الإعلام، أسبوع الخلاص اللي بيختم بعيد القيامة المجيد. كل صيام له رفاع. اليوم اللي قبل الصيام اسمه الرفاع، والرفاع معناتها الترفع عن الشهوات الجسدية. الأكل الفطاري بيعتبر نوع من شهوة الجسد والتلذذ، فبنجي في الرفاع نمتنع عن هذه الشهوات الجسدية. وكلمة الرفاع باللغة القبطية مور يخون، مور يخون تعني ربط الحزام، ربط الحسام أو ربط المنطقة. وبتعني يعني نرفع كل الأكل الصيام الفطاري من البيت، ونغسل الحلل والصحون وكله كله علشان نبتدي نصوم. أو ممكن اسمه الاستعداد، يوم الاستعداد، نستعد ونتدرب لأننا داخلين إلى معركة روحية، فترة جهاد روحي مكثف، فنتسلح بالأسلحة الروحية وأهمها الصوم. أو ربط الحزام على البطن، أو شد المنطقة لاحتمال الجوع. وهذا ما تعنيه كلمة رفاع أو مور يخون باللغة القبطية. الإنجيل من ستة، من متى ستة، هو إنجيل قداس الرفاع،
بيتكلم على 3 فضائل عظمى: العطاء أو الصدقة والصلاة والصوم. دول اسمهم أركان العبادة المسيحية 3: صوم وصلاة وعطاء وصدقة. لأني المسيحي مقبل على فترة عبادة هامة ومركزة، فقراءات الرفاع تبين له ايه هي اصول العبادة. اصول العبادة 3 حاجات: صوم وصلاة وصدقة. ما ينفعوش واحدة من غير الاثنين، ولا الاثنين من غير واحدة، لازم التلاتة. ثلاثة يكونوا الجهاد القانوني في الصوم وفي الجهاد. معلمنا بولس يقول: إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. يعني هيعبد ده جهاد. العبادة القانونية لازم التلاتة مع بعض. لا يصح صوم بدون صلاة، ولا صلاة بدون عطاء. لازم ارتباط الصوم مع الصلاة مع الصدقة، وبذلك تكون العبادة كاملة متكاملة وجهاد قانوني مقبول أمام الله. شوف حسب ترتيبهم، المسيح له المجد الأول ذكر الصدقة: متى صنعت صدقة؟ وبعدين ذكر الصلاة، وبعدين ذكر الصوم. لو شبهنا الصلاة بطائر يطير، الجناحين بتاعته هما الصوم والعطاء. أي طيرة بتطير بجناحين؟ الصلاة تصعد إلى السماء بمساعدة الصوم والصدق. وأعتى أنواع المشاكل تتحل بالصوم والصلاة والصدق. المسيح له المجد لما تلاميذه ما قدروش يطلعوا الشيطان من الولد، وهو بكلمة واحدة طلعوا، قالوا له: احنا ما قدرناش نطلعه. ليه؟ قال لهم: هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم، بالصلاة والصوم. الصلاة والصوم زي ما بتطلع أصعب نوع من الشياطين، كذلك تحل أصعب نوع من المشكلات. فالتلاتة دايما متلازمين. صحيح يقولون في كتب الرهبنة أن الراهب ما هوش مطالب قوي بحكاية الصدقة، لأن هو نفسه قدم نفسه ذبيحة من الأول وملوش إيراد كتير يطلع منه صدقة. لكن على قد إمكانياته، مش ممكن الراهب هيطلع زي واحد رجل أعمال مثلا. لكن لازم من العطاء. بتاخد 100 جنيه في الشهر بركة كده، بوكيت ماني زي ما بيقول، طلع منها 10 جنيه. 10 جنيه دول ربنا هيقبلهم لما تديهم الفقير
زي ما قبل فلسي الأرملة التي أعطت فلسيني لأنها أعطت من أعوازها وأعطت كل ما عندها، قبلهم أكثر ومدحهم أكثر من الذين أعطوا الكثير. لكن لازم من الفضيلة دي، لازم من الجهاد ده، لأنها بتدل على المحبة، بتدل على التعاون. والصدقة مش مهم تبقى فلوس، يقولوا كده الناس الكلمة الطيبة صدقة، كلمة تشجيع لواحد عنده إحباط صدقة، كلمة تعزية لواحد حزين صدقة، مساعدة بأي نوع من لواحد محتاج صدقة. مش مهم فلوس، بتبقى عينية، عندك أكل كتير في القلاية تاخد منه شوية صغيرة تديها لواحد فقير. مدام متقدمة بمحبة ربنا هيقبلها وينبسط بيها. وبستان الرهبان مليان مليان أمثلة. راجل راهب عنده 3 خبزات، هم اللي عنده في القلاية، خبط عليه واحد أيام الجوع والقحط، أنا جعان جدا، أداله 2 خبزات، وبقت واحدة قال ساعة ما أجي أتغدى هاكل، وجاء الغدا ولسه بيصلي عشان يقعد يتغدى، وخبط على الباب واحد فقير جعان وحموت من الجوع، يقول له قفز بشهامة، البستاني يقول كده، وأعطاه الخبزة وقعد 3 أيام غير أكل. بعد 3 أيام لقى جمال محملة، ناس غني قوي جايبينها له، محملة أغذية كل نوع، وسمع صوت يقول له طالما أنت عايش على الأرض مش هجيب قحط تاني، من أجل محبتك أن أنت أعطيت الخبزة قوتك وقعدت 3 أيام بالجوع من أجل أخوك أنه يأكل. فالعطاء مطلوب بأقل القليل، بأقل القليل. وكل فضيلة من هذه الفضائل 3 عشان تبقى مقبولة لها شروط، لها شروط. ما يجاهد قانونيا يعني ايه؟ يعني يعطي كل حاجة بشروطها، يعني في شرط مشترك في 3 هو الخفاء، نعطي صدقة في الخفاء من غير ما نعلن، نصوم في الخفاء من غير ما نعلن، نصلي ادخل بابك ادخل مخدعك واغلق بابك وصلي في الخفاء، ده حاجة مشتركة بين 3 عشان صلواتك تبقى مقبولة وربنا يعطيك أجرك ويجازيك علانية بقدر الإمكان. مش الخفاء يعني لما واحد ألاقي واحد مثلا محتاج في السكة وأنا ماشي أقوم أخده أوضة جوه أوضة جوه أوضة عشان أديله مثلا 5 جنيه ولا حاجة، مش كده. المهم نيتي الداخلية،
ما اديهاش او يعني ما عملش الفضيلة بقصد التظاهر. اخطر حاجة الرياء. والمسيح له المجد. صب الويلات، ويل لكم ايها الكتب والفريسيون المراؤون. قالها كتير قوي. الرياء في الحياة الروحية بيضيع الاجر تماما. لكن الحاجة اللي تعطي من اجل الله وحسب الوصية هي اللي بقى ليها اجرها، وربنا يعطيك اجرها. صدقة وصلاة وصوم. المسيح لما قال تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قوتك وتحب قريبك مثل نفسك، يعني المحبة تبقى من كل إمكانياتك، مش محبة كده هشة ولا محبة رياء. تعبد ربنا وتحب ربنا بكل إمكانياتك. فلما نعطي في الصدقة يعني معناتها بحب ربنا وأعبده بأموالي. لما أعطي بأموالي أدي الفقير والمحتاج، دي محبة لربنا ومحبة للفقير، وأموالي من ضمن إمكانياتي. بحب ربنا وأعبده بأموالي. لما أصلي أحب ربنا بروحي، روحي تعبد ربنا في عبادة بالروح والحق. اللي يسجد ويصلي بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا، لأن الله طالب مثل هؤلاء الساجدين له. هتبقى صلاة بالروح وعبادة بالروح، ومن ضمن إمكانياتي. والصوم برضه عبادة بالجسد، كان صوم ولا مطانيات، عبادة بالجسد. علمنا بولس يقول قدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية كاملة أمام الله بعبادتكم العقلية. الصوم عبادة والصلاة عبادة والمطانيات عبادة. فنقدم جسدنا ذبيحة حية مرضية كاملة. لما نصوم بنحرم الجسد من احتياجاته. لما نضرب مطنيات بنتعب الجسد، أقمع الجسد واستعبده. يبقى كده بعبد الروح بروحي، بعبد الله بروحي وبجسدي وبأموالي، يعني بعبده بكل إمكانياتي. إيه الفائدة اللي حناخدها؟ يقول يكون لنا في العطاء تركة. تركة يعني بنعمل في السماء. أخزن لكم مخازن في السماء حيث لا يسرق سارقون وحيث لا يفسد سوس ولا صدأ. بعمل تركة زي أهل العالم، يعمل سيب تركة كبيرة أوي لأولاده، وقد أولاده يستخدموها غلط ويقعد يتشكلوا مع بعض ويروحوا المحاكم عشان الفلوس الكتيرة اللي سابها لهم أبوهم، بدل ما يشكروه بمحبة يقسموا، لا يطمعوا في بعض وتبقى الورث مشكلة. وبدل ما يترحموا عليه يدعو عليه انه خلاهم فقدوا محبتهم مع بعض.
لكن الحاجة المضمونة إنه نصنع أكياسا في السماء، تركة تبقى في السماء أحسن من الأرض. فلنا في العطاء تركة، خليها في السماء، حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. ولنا في الصلاة بركة، في الصلاة شركة، الصلاة شركة مع الله، شركة مع الله. نقف نصلي كده، الواحد يقرب من ربنا قوي ويحس بربنا قوي ويتلامس مع ربنا قوي في الصلاة، خصوصا لما يكون كده في زيارة نعمة ولا حاجة، يبقى مبسوط قوي، حاسن في حضرة الله. ويقول امال اذا كان هنا كده زيارة النعمة فيها بركة وتعظيم، امال هناك لما نكون وجها لوجه وهكذا نكون في السماء كل حين مع الرب، اي تعزية واي شركة تكون لنا معه حاجة عظيمة. ولنا في الصوم بركة، الصوم دايما بركة، بركة جسدية فعلا. الصوم بيفيد الجسد، بيفيد الجسد، الجهاز الهضمي يتصلح، المزاج بيتصلح، الواحد يقدر. الصوم ده عامل مساعد لكل الفضائل، يساعد على المطنيات، يساعد على الصلاة، يساعد على التوبة والاعتراف، وساعد على حضور القداسات، وساعد على التناول، عامل مساعد لكل الفضائل الأخرى الصوم ده. فلنا فيه بركة، لنا في الصدقة تركة، ولنا في الصوم في الصلاة شركة، ولنا في الصوم بركة. الواحد له شركة مع الله، له تركة في السماء، له بركة في جهاده. عاوز ايه تاني؟ حاجة بركة عظيمة جدا. اللي عاوز بقى يجاهد في هذه الفضائل يجاهد قانونيا، لا يكلل أحد إلا لم يجاهد قانونيا. يجاهد قانونيا يعني يعطي كل فضيلة بالشروط اللي أعلنها الإنجيل واللي أعلنها الآباء. يعني مثلا نمسك الصدقة، ايه الشروط عشان تبقى مقبولة؟ تقدم بروح المحبة، تقدم بالاختيار وليس بالاضطرار، تكون في الخفاء وليس بروح التظاهر، تكون بسخاء، المعطي المسرور يحبه الرب. ولازم يكون يقول لك الذي يزرع بالبركات بالبركات يحصد، والذي يزرع بالشح فبالشح يحصد. لازم تبقى بالبركة وبالسخاء وبالفرح، كمان تكون بفرح لأن المعطي المسرور يحبه الرب. المعطي المسرور يحبه الرب. والغبطة في العطاء أكثر من الأخذ، غبطة سعادة. ولازم تبقى من ربح حلال، ما يبقاش كده من حاجة حرام. وتعطى ليس بروح التفضل على الناس، بل بشعور الوفاء لجزء من ديون الله الكثيرة علينا. ربنا مدينا بحاجات كتير قوي، حاجات كتير قوي، صحتنا بركة من ربنا،
واللي احنا فيه ودعوتنا ووجودنا في مكان زي ده كلها بركات من ربنا، وبركة ربنا تغني ولا يزيد معها تعب. فاحنا بنعطي يعني زي واحد كده عايز يسدد حاجة من اللي بيديه ربنا، اللي بيديهولنا ربنا. المهم ما تبقاش بروح التفضل، يعني انا بعطف عليك ولا بديلك وتبقى بكبرية كده لا، دي ربنا ما يقبلهاش ابدا. فدي كلها شروط عشان العطاء بتاعك مهما كان قليلا يبقى مقبول من ربنا وممدوح من الناس وتاخد بداله دعوات كتيرة. طب الصلاة المقبولة، الصلاة المقبولة لازم تكون بإيمان أول حاجة. معلمنا بولس يقول نتقدم بإيمان أمام عرش النعمة لكي ننال رحمة نجد نعمة عونا في حينه. يعني اللي صلي بإيمان، صلي بإيمان إن ربنا موجود وربنا سامع وربنا شايف وربنا هيستجيب بالطريقة بتاعته مش بالطريقة بتاعتك. وصلي قدام ربنا كأنك مشاهد له، لأنه بالحقيقة حاضر، ما بتكلمش في الهوى كده، لا تضارب الهواء، ده انت بتكلم أمام الله نفسه أمام عرش النعم. فالإيمان ده مهم، الصلاة بإيمان تعطينا نعمة وتدينا رحمة وتعطينا عونا، معونة إلهية لما تقدم صلاة بإيمان. ولازم اللي يصلي يقول واغفر لنا ذنوبنا يكون في تسامح بينه وبين اخواته، بينه وبين الناس، في متى 18 يمكن المثل بتاع الملك. الملك اللي هو عنده واحد 10,000 وزن، يعني دي كده تقول كده مثلا 10 مليون جنيه بحساباتنا الحالية. كان في سفر ورجع، فين يا عم الفلوس؟ قال له مهلني فأديها لك. أنا ملك إزاي؟ خدوه هو ومراته وعياله وأملاكه بيعوه عشان يسدد جزء منه. راح ضرب له من الثانية والأم تمهل عليا فأعطيك الجميع. قال طيب، أشفق عليه راح سايب له الفلوس كلها. طلع هذا العبد أو الشغال ده ليه 100 دينار على واحد زميله في الشغل. هات الفلوس. طيب امهلني. مسكه من، يقول لك مسك بعنقه، يعني مسكه من قفاه كده ووداه للحاكم، والحاكم حطه في السجن عشان ما معاهش يديله وهو مش عايز يصبر عليه. اول ما سمع الملك ده جابه، ايها العبد الشرير، سبت لك 10 مليون جنيه، انت مش عاوز تسيب ولا تسامح اخوك ولا تتمال اخوك في 100 دينار؟ خدوه اربطوه من ايديه ورجليه واطرحوه في الظلمة الخارجية حيث يكون البكاء وصرير الاسنان. ان لم تغفروا الناس زلتهم لا يغفر لكم ابوكم السماوي زلتكم. تقول واغفر لنا ذنوبنا، مادام ما غفرتش لاخوك مش هيتغفر ليك لو صليت ليل ونهار. تغفر له كل 100 دينار هتغفر لك 10 مليون دينار. حياتنا كلها بنعمل غلطات سواء معرفة أو بغير معرفة، وربنا بيسامح اللي بنعترف بيه واللي بننساه واللي واللي. محبة ربنا بتغفر. لو غفرنا للناس
الهنات الصغيرة اللي بيعملوها معنا. فلازم يبقى الصلاة اوعى تقول واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا، وانت ما بيحصلش تبقى زعلان مع اخوك، متخاصم مع اخوك، مش عايز تتكلم مع اخوك، معرفش مقاطعه ايه اللي بنسمع منه حاجات العيال دي. وبعدين تروح لربنا وتقول له اغفر لنا ذنوبنا، ما ينفعش. فلازم التسامح والمحبة، خصوصا في الصوم، خصوصا في الصوم والقداسات الكتيرة المتأخرة الجهاد ده، ما ضيعش جهادي ده كله، أصوم متأخر وروح القداس بدري والتسبحة وصايم والكلام ده كله، وأنا مخاصم أخويا، أبطل أكل لحم وأكل لحم أخويا. يقول لك لو كلت لحم بعضكم بعضا فانظروا لألا تفنوا بعضكم بعضا. واحد ما ياكلش لحم مثلا العجل، ياكل لحم اخوه بالوقيعة والدانة والكلام ده. فعايز حرص. وبعدين اللي يقبل الصلاة كمان، ربنا يقبل الصلاة، حفظ الوصية الإلهية، نصلي لما نكون حافظين وصية ربنا. المسيح قال لماذا تقولون لي يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟ وصية قدامكم نفذوها، لما تيجي تقول يا رب هسمعك، لكن كسر الوصية وتقول يا رب يا رب لا. أصله ربنا ده بيعملنا بروح الأب. لما يكون واحد أبوه كده قال له طلب اعمل كذا وما عملش، وبعد كده يروح يطلب من أبوه حاجة، بدل أبوه ما يديله طلب ويديله قلمين مثلا، قال له ابكري أنت نفذت الكلام اللي قلته لك، وفي كمان ليك وش تيجي تطلب مني؟ لكن لو نفذ كلامه وعنده طاعة، ربنا أبوه هيفرح بيه ويديله اللي عاوزه. المسيح كده نعمل وصاياه نرضيه، هو يرضينا، نمجد اسمه بأقوالنا وأفعالنا، هو يمجدنا في السماء قدام الملائكة والقديسين. فحفظ الوصية مهم جدا جدا إذا كنت عاوز صلواتك تقبل. لكن تصلي كتير وما تنفذش وصية ربنا، مشطوبة صلواتك. عشان كده قراية الكتاب والصلاة يمشوا مع بعض. لا صلاة من غير كتاب تنفع، ولا قراية كتاب من غير صلاة ينفع. لازم الاثنين مع بعض، لازم الاثنين مع بعض. أقرأ الكتاب وأنفذ وأقوم أصلي، يبقى كده دايرة متكاملة وكويسة. لازم الصلاة المقبولة تبقى باسم المسيح، كل ما تطلبونه بالصلاة باسمي يعطيكم الآب. تلاحظوا في الصلاة الربانية اللي جت في الإنجيل ما فيهاش عبارة بالمسيح يسوع ربنا. الكنيسة حطتها ليه؟ عشان المسيح قال كل ما تطلبونه فالصلاة باسمي تنالونه. فالصلاة باسم المسيح دي الختم اللي يعطي الصلاة رسميتها وقانونيتها أمام الله. لازم تبقى باسم المسيح. الكنيسة حطت بالمسيح يسوع ربنا في آخر الصلاة الربانية، حطت عبارة بالنعمة والرأفة محبة البشر في نهاية كل أوشية
من أواشر القداس، وفي صلاة الشكر اللي بنصليها كتير، عاوز صلاتك تتقبل حط فيها عبارة بالمسيح يسوع ربنا. ده هو الختم، شعار الصلاة المقبولة. فلازم تبقى باسم المسيح زي ما علمهن، ولازم تبقى من قلب فيه رحمة، لازم مشفوعة بالعطاء، بالعطاء. زمان كان الناس لما يكون فيه مشكلة مستعصية وعاوزين ربنا يحلها، الأول يصوموا وبعدين يعطوا، يطلعوا حاجة وصل قوم الصلاة بتاعتهم تجد جناحين قوية تطلع بيها، تطلع بيها. لكن ليك طلب عند ربنا وتصلي بس، صلواتك جناحتها مكسرة ما تطلعش. لازم يمشي معاها صوم، ولازم يمشي معاها صلاة علشان تبقى صلواتك مقبولة. لازم الصوم والصلاة. لقبول الصلاة لازم الصوم والعطاء، الصوم والعطاء. والصلاة المقبولة لازم تبقى بلجاجة. ربنا عمل لنا مثلين حلوين قوي في الكتاب عن اللجاجة. المرأة الأرملة وقد الظلم، من أجل لجاجتها أقوم وأنصفها، بدل ما كل يوم جاية تهوسني. والمثل الثاني صديق نصف الليل، يقوم ويعطيه ليس لأنه صديقه بل من أجل لجاجته، مع أنه خلاص كان قفل بيبان ونام وكله كله، لكن دوكها مكسوف يرجع للرجل الضيف من غير أكل، وتني خبط على الباب وقال له من فضلك. من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. فإذا كان الناس بتعمل كده من أجل اللجاجة، فما بال الله بقى يسمع للصارخين إليه نهارا وليلا وهو متماهل عليهم. يتمهل شوية يشوف لجاجتك هتوصل لغاية فين، لكن يعطيك سؤل قلبك واحتياجاتك عشان تفرح بالله برضي. الصدقة المقبولة لها شروط، والصلاة المقبولة لها شروط، والصوم المقبول أيضا له شروط. 55 يوم خسارة صومهم يبقى الصوم مش مستوفي الشروط، هتتعب نفسك بالباطل. فلازم عشان ربنا يقبل صومك في المدة دي الطويلة دي، لازم تقدم الصوم حسب وصيت ربنا وحسب الشروط اللي ربنا حاططها. الصوم لازم يكون مصحوب بالصلاة. الصوم والصلاة يخزيان الشيطان وحل المشاكل. لازم تبقى مع الصوم نصلي ومصحوب بالصدقة والجناحين، مصحوب بالمحبة. إن سلمت جسدي حتى احترق بالصوم، وليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. مش ممكن أبقى صايم ومتخاصم مع واحد، مش ممكن. شو ممكن ندخل السماء وأنا متخاصم مع الناس؟ الصلح والسلام ركيزة مهمة جدا في الحياة الروحية. لازم يكون مصحوبا بالاتضاع، مصحوب بالاتضاع. يعني أصوم ولا بتظاهر ولا بكبرياء ولا أدين اللي مش صايم معرفش ظروفه ايه، لكن
بصوم كخاطي عاوز ربنا يغفر لي خطاياي باتضاع وانسحاق، وإن عملتم كل البر فقولوا نحن عبيد بطلين، يبقى كده فيها اتضاع. في الخفاء طبعا دي معروفة، وبعدين بالتذلل بشحد من ربنا الرحمة بتذلل، ولازم الصوم الجسدي يوصلنا للصوم الروحي. الصوم الجسدي ده بداية صغيرة، لكن لازم يوصلنا للصوم الروحي. في كل الاسم الصوم الكبير نقول أما نحن فلنصم عن كل شر بطهارة وبر، يعني نصوم الصوم الجسدي عشان نوصل للصوم الروحي وبطهارة وبر وقداسة وكل يعني الشروط اللازمة للصوم عشان يبقى صوم مقبول. أما نحن فنصوم عن كل الشر بطهارة وبر. وطبعا مع الصوم في توبة، مع الصوم في تناول، كل دي تعطينا جهات قانوني مقبول أمام الله. فمهمة جدا قراءات الرفاع دي، تعطينا استعداد وتهيئة كده نحن داخلين معركة لازم نكسب فيها وما نخسرش، والجندي لما يجي يدخل معركة القائد يقعد يديله إرشادات كتيرة، تعمل كذا وما تعملش كذا وتصحى كذا وكذا وكذا عشان ما يقعش في أسر العدو ولا يتقتل ولا يموت، يعني يبقى عمل كل الاحتياطات عشان ينتصر ويرجع منتصرا. احنا عاوزين كده لما نصوم على نهاية الصوم في العيد نفرح بقيامة المسيح، ونفرح بالتقدم اللي أحرزناه في فترة 55 يوم دي. ضروري روحيات الواحد بتعلى 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 لغاية ما يقوم مع المسيح. إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. تبقى اهتماماتنا السماوية وأفكارنا السماوية وحياتنا سماوية، خصوصا الرهبان دول ملائكة أرضيين وبشر سمائيين، يعني نبقى كده إيه وصلنا لدرجة كويسة. عشان كده المزمور اللي قرناه النهاردة بردي يقول اعبدوا الرب بخشية، ما احنا داخلين على فترة عبادة بقى، ازاي تبقى مقبولة؟ تبقى بخشية. هل الله برعدة؟ يعني تبقى خوف الله مالي قلبنا. لا تستكبر بل خف وكملوا خلاصكم بخوف ورعدة. اعبدوا الرب بخشية، سبحوه برعدة، الزموا الأدب لئلا يغضب الرب عليكم فتضلوا عن طريق الحق. اللي بيتكلم في الكنيسة يبطل يتكلم، واللي بيضحك في الكنيسة يبطل يضحك، واللي يلاقي أخوه اللي زعلان منه في الكنيسة ما يسلمش عليه ويدخل يتناول. دي بلاوي، دي بلاوي. يلزموا الأدب لئلا يغضب الرب عليكم فتضلوا عن طريق الحق. كده يقول أيها الملوك افهموا وتأدبوا يا جميع قضاة الأرض. نفهم كويس، نتأدب كويس، نبقى كنيسة الله، بيت الله، عمود الحق وقاعدته.
احنا جايين نتكلم مع ربنا بس مش مع بعض، تكلمنا مع بعض 24 ساعة، تاني نتكلم بعيد من الكنيسة وهكذا، عشان تبقى كده بنجاهد قانونيا قانونيا. عشان عبادتنا تبقى مقبولة يجب أن تقدم لله بخشية ومخافة وتوقير، نقف أمامه كأن مشاهدين له بالحقيقة، حاضر وناظر وسامع وشايف، وحيستجيب حيقبلنا بنعمة المسيح. فداخلين كده على فترة عاوزين ندخلها بقوة، وندخلها كده واحنا فاهمين بنعمل ايه، عشان جهادنا ما يضيعش سدى، عشان دي ناقصة، صلواتنا ناقصة شرط، وصومنا ناقص شرط، وعطاءنا ناقص شرط، ونجاهد كده كمن يضارب الهواء، ونتعب من غير فايدة. نتعب في حاجة مفيدة ومقبولة أمام الله. كل سنة طيبين، ربنا يبارك فيكم.